مرحبا بكم في جولة ركوب الخيل في كابادوكيا، واحدة من أجمل وأروع الطرق لاستكشاف هذه المنطقة الساحرة. سنأخذكم في رحلة لا تنسى على ظهور الخيول الجميلة والودودة، وسنعرض لكم بعضا من أجمل المناظر الطبيعية والتاريخية في كابادوكيا. سنقوم باستحابكم من الفندق الذي تقيمون فيه، ومن ثم نتوجه إلى نقطة البداية في جولة الفروسية. بمجرد وصولكم ستخضعون لإرشادات قصيرة حول الجولة قبل بدء المغامرة. ستتعرفون على الخيول التي ستركبونها، وستتعلمون كيف تتحكمون فيها وتتواصلون معها. ستشعرون بالراحة والثقة وأنتم تركبون الخيول على الطرق الهادئة والمنعزلة. نقوم بزيارة كافوشين، وهي منطقة تعتبر جزءاً هاماً من جولة ركوب الخيل. كافوشين تحتوي على كنائس وأديرة ومنازل محفورة في الصخور، والتي تعود إلى قرون قديمة. ستزورون معنا بعضاً من هذه المواقع، وستشاهدون أجمل اللوحات الجدارية والنقوش في العالم. بعد نهاية الجولة، سنقوم باصطحابكم مرة أخرى إلى مقر إقامتكم في الفندق، مع تمنياتنا لكم بقضاء جولة ممتعة لن تنسوها. شكراً لاختياركم جولة ركوب الخيل في كابادوكيا، ونتمنى لكم يوماً سعيداً. تور 34، رحلات إسطنبول.